للحديث أكثر عن مشروع هدم جزء من مقبرة الشيخ معروف الكرخي في بغداد وتداعياتها ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المستشار السابق في الوقف السني الدكتور هشام الصميداعي. دكتور هشام، بداية مرحبا بك. إلى أي مدى تعتقد أن إزالة جزء من مقبرة الشيخ معروف الكرخي لإقامة مجسر، إلى أي مدى هو يعني لمصلحة الشعب، لمصلحة النفع العام كما تقول الحكومة؟ أخي الحبيب، حياكم الله وأشكركم على هذه الاستضافة، بارك الله فيكم. اليوم أخوي الحبيب نحتاج إلى المصلحين في هذا الظرف العصيب. كلما يستقر الوضع وتهدأ الأوضاع يعني يظهر لنا موضوع من أجل إثارة الفتنة والشقاق والنفاق بين أبناء الشعب العراقي، ويتحمل مسؤولية الكاملة عن هذا الموضوع هم العلماء والأمراء. هذا الموضوع أنا تعودتم علي أن أنقل لكم الأمانة بكل صدق وبكل إخلاص، ولله لا أبغي بها مصلحة لأحد دنيوية. فهذا الموضوع، هذا المشروع كان مخطط له منذ عام 85 من القرن الماضي، ولكن ترك الموضوع لحد الآن. الخطأ فيه أنه كان المفروض أن يتم تحويل الجسر الرابط بين البيجية وساحة الطلائع عن المقبرة، ممكن، ولكن أصابع الفتنة وأئمة الكفر وأئمة الشرك ومن والاهم يريدون إثارة الفتن من أجل البقاء على كراسيهم، وهذا هو المخطط، ويدفع ثمنه الشعب العراقي المغلوب على أمره، الذي يعني أصبح يعني مجذوبا من كثر المصائب والضغط النفسي عليه. دكتور هشام، هناك من يتحدث عن استهداف ممنهج لشواهد تاريخية وسنية كما جرى مع جامع السراج في البصرة، واليوم في مقبرة الشيخ معروف الكرخي. ما هو موقف الوقف السني؟ على من تقع مسؤولية متابعة هذه يعني الوقوف ووضع حد لهذه الاستهدافات؟ فينا وعلي أفضل الصلاة والسلام. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا يمكن أن يتم الإصلاح على أيدي هؤلاء. وهذا يحتاج، قد يسأل سائل كيف يمكن أن نعالج الأمر في هذا الظرف وكيف يمكن الإصلاح؟ اليوم الذين يزعمون الإصلاح من الأمراء والعلماء، علماء الفتنة وعلماء تمزيق العراق على أساس طائفي وعرقي وقومي وحزبي ومذهبي، كأني بهم اليوم يقومون يقفون تحت بناء شامخ آيل للسقوط، فهم يقومون بصبغ الجدران وتحلية الواجهة وزيادة الإنارة، والبناء سيسقط عليهم لا محالة. هذه هي سنة الله الكونية، لا تتبدل ولا تتعدل ولا تتغير. هل سيستمر هذا الاستهداف وسيطال ربما شواهد أخرى من وجهة نظرك؟ هذا الاستهداف هل سيستمر وسوف يطال شواهد أخرى تاريخية ورمزية؟ نعم سيد هشام، برأيك هل هذا الاستهداف من وجهة نظرك الأخير، وخاصة أنه تم استهداف شواهد تاريخية ورمزية قبله مثل جامع السراجي، يعني هل تعتقد أن هناك استهدافات
ستستمر مستقبلا؟ أخي الحبيب، هذه الاستهدافات مستمرة لحد اليوم. حسب معلوماتي يوجد 350 مسجد تم تفجيرها وهدمها وإقامة قسم منها، إقامة مشاريع تجارية عليها بمساعدة الوقف السني الاستثمار. أفسد دائرة في العراق اليوم هي دائرة استثمار أموال الوقف السني، التي المفروض تكون أطهر دائرة وأأمن دائرة، لكن تم تعيين فيها المفسدين من أجل إضاعة الحجج الوقفية والسندات التي تؤيد عائدية هذه الأملاك إلى الوقف. ومن ضمنها الخمس دوانم المجاورة لجامع السراجي، توجد خمس دوانم موقوفة مع الجامع إلى الوقف إلى الأوقاف ومسجلة في هيئة الاستثمار. قام أحد المتجاوزين بالاستيلاء على الأربع دوانم وأراد إضافة دونم آخر لها في سبيل إنجاز مشروع تجاري، ومن أجل ذلك لابد أن يهدم الجامع. شكرا. حتى يضيف يكمل إلى هذه الدرجة، يعني أصبحت الخسة والنذالة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور هشام الصميدعي المستشار السابق في الوقف السني، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.